من أحكام الحج س ما التمتع وما الإفراد وما القران وأيها أفضل للحاج جيم الأنساك ثلاثة أنواع تمتع وإفراد وقران فالتمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وقصر من شعره وتحلل من إحرامه فاذا كان يوم الترويه وهو اليوم الثامن من ذي الحجه احرم بالحج وحده واتى بجميع افعاله وسمي من يفعل ذلك متمتعا لانه تمتع بالتحلل من الاحرام وفعل ما يفعله الحلال بين العمره والحج وانتفع باداء النسكين في اشهر الحج في عام واحد من غير ان يرجع الى بلده ويجب عليه الهدي لذلك واما الافراد فهو ان يحرم بالحج وحده فاذا وصل مكه طاف للقدوم وسعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من احرامه بل يبقى محرما حتى يحل بعد رمي جمره العقبه يوم العيد وان اخر سعي الحج الى ما بعد طواف الحج فلا باس واما القران فهو ان يحرم بالعمره والحج جميعا او يحرم بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فينوي ان طوافه وسعيه عن حجه وعمرته وعمل القارن كعمل المفرد سواء بسواء الا ان القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه وافضل هذه الانواع الثلاثه التمتع وهو الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم به اصحابه وحثهم عليه حتى لو احرم الانسان مفردا او قارنا ولم يسق الهدي فان الافضل في حقه ان يقلب احرامه الى عمره ثم يتحلل ليصير متمتعا ولو كان ذلك بعد ان طاف للقدوم وسعى لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى عام حجه الوداع ومعه اصحابه امر كل من ليس معه هدي ان يقلب احرامه الى عمره ويقصر ويتحلل وقال لولا اني سقت الهدي لفعلت الذي امرتكم به والله اعلم